بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا في كل مكان، أسعد الله اوقاتكم بكل الخير، اهلا ومرحبا بكم ورفقه واطلاله جديده عبر برنامج في الموعد. اليوم حضور من خلال هذه الحلقه هنتحدث عن واحده من التخوم الغراء والطبيعه البكر. كردفان هي واحده من المناطق الجميله جدا في السودان، وانسان كردفان هو دائما متميز بالعطاء، ويعني متميز بالأداء الكبير جدا والدور المساهم في المجتمع السوداني. يمكن عشان المنطقة دي بتتمتع بطبيعة خلابة وطبيعة جميلة، ويمكن هي بتدي دافع كده للإنسان في أنه يكون معطاء. تحية لكم متابعينا، وبالتأكيد تحيات الفريق العامل من خلال هذه الحلقة. وحنبدأ حوار اليوم مشاهدينا الكرام، حنتحدث عن يعني كردفان الغرة وصولا إلى عروس البحر الأحمر. هي حياة حافلة زي ما تحدثت بالإنجازات وبالعطاء وكذلك الذكريات وحكايات نستدعيها الآن على الهواء مباشرة. سعيدة جدا أنه يكون معي رئيس هيئة شورى رابطة أبناء كردفان بالبحر الأحمر ورئيس المؤتمر الشعبي كذلك بالبحر الأحمر ونائب رئيس اتحاد وكلاء التخليص الأستاذ المنى الخضر أحمد. سعيدة بوجودك معنا اليوم من خلال هذه الحلقة، أهلا ومرحبا بك. بارك الله فيك أختي أو ابنتي، وسعيد جدا أن أكون في قناة الشروق، القناة العالمية الشهيرة، وأحيي عبركم يعني كل مشاهديكم بكل أنحاء السودان خارج السودان. نعم، تحية لك وتحية لحضورك من خلال هذه الحلقة. ربما نسترجع العديد من الذكريات في الحياة الأولى أو في السنون الأولى بالنسبة لحياتك في البداية. نتحدث عن السيرة الذاتية، مستعرضين الحياة الاجتماعية، مستعرضين الطفولة، مستعرضين كذلك الصبا. أهلا ومرحبا بك. بارك الله فيك. حديثنا يعني أنا ولدت في قرية في شمال كردفان اسمها الكدادة. الكدادة، نعم. الكدادة هذه قربي مروابة، وقرية كبيرة بها كثير من المدارس الأولاد وكثير من مدارس البنات، فيها مدارس ثانوية وكذا، ومركز كبير للانتخابات يعني في كل المراحل كذا. نعم. فدرست فيها المراحل الابتدائية، وبعدها يعني تحولنا إلى مروابة حيث المدرسة الوسطى، سابقا تسمى بالمدرسة الوسطى. نعم. ودرست فيها فترة الوسطى، بعدها تحولنا إلى النهود، مدينة النهود في قرية كردفان، ودرسنا فيها مرحلة الثانوي، ثم بعدها يعني عملنا في مصلحة الجمارك لفترة طويلة، وقرأت الجامعة جامعة القرآن الكريم بالبحر الأحمر. نعم. يمكن يعني دائما الفترة المرحلة الجامعية هي دائما بتتشكل فيها ملامح الشخصية، ومن خلال الإنسان بيحدد مجالاته واختياراته. ونتحدث برضو عن الفترة المرحلة الجامعية، وكان كيف فيها التفكير للمستقبل، التفكير للحياة، وأيضا يعني التفكير بيدخل في إطاره الوطن وبيدخل في إطاره الأسرة يعني. والله عادة الإنسان في السودان تبدأ يعني من تكوينات شخصيته يعني من المراحل الأولى، يعني حيث أنه يكون رجل أو شاب مسؤول تعتمد عليه الأسرة في كثير من نواحي الحياة. صحيح. ثم يتحول إلى المراحل الثانوية، وبعدها يعني يعني ينتقل للجامعة. نعم. في الجامعة تكون تكاد تكون اكتملت شخصيته، التفكير بيكون أكبر، الخيال بيكون أوسع، الرؤى بتكون أوضح، وبيفكر في إنه يكون له مستقبل واضح ظاهر، وبالتالي بيجتهد. يعني نحن في جامعة القرآن الكريم طبعا كنا محصورين في قراءة القرآن الكريم، في التجويد، في الدعوة، وقليل من دروس القانون الشرعية وهكذا يعني. وتخرجنا منها، ولكن اصلا انا بعمل في الجمارك يعني مش كنت ابحث عن وظيفه، لكن كنا احنا في سننا دي بندرس، ونحن اصلا كنا ضباط جمارك يعني. نعم. اي فتخرجنا منها وعملنا، تخرجنا منها ووصلنا جهدنا وعملنا في وظيفه الجمارك كضباط جمارك. نعم. انت يعني في البدايه انا طلبت منك تتحدث عن الصبا والطفوله، وانت طبعا يعني
طوالي مشيت للجامعة، ويمكن الجامعة هي من المراحل المهمة احنا حنجاه في محاور جاية، لكن برضو احنا ده ما حيحفي منك برضو نتكلم عن هذه التهوم الغارة وعن هذا الجمال الكردفاني وعن هذا التمازج العرقي تكلم عن الصور عن الكردفان والاثنين والطبيعي وما بين الرمال والسهول الخضراء وهذا الجمال. برضو خلينا نتكلم عن كردفان وإنسانة في الصبا. والله الصبا في كردفان طبعا احنا كنا يعني ابناء قرى. وابناء القرى طبعا حياتهم ما زي حياه الريف يعني. كنا نرعى الماشيه وكنا نشرب الالبان وكنا نمرح في تلك السهول الخضراء الوارفه الظلال. وكنا نعيش حياتنا يعني. و في كردفان طبعا الحياه جميله والتكافل الاجتماعي ما بين الناس. يعني ده عمك ده خالك ده حبوبتك زي كده يعني ما بتحتاج انت عشان ما بتحس بضنك العيش ولا شطف الحياه ولا بل انت حتواصل حياتك وانت في مطمئن قايه الاطمئنان. فكانت الحياه كلها فيما بينها الناس مربوطه مع بعض وصله الناس كانت مع بعض. ونحن كاطفال كنا نمرح ونجري وراء اغنامنا وابقارنا وكذا يعني بكلها ريحيه يعني كل راحة وكل أريحية كاملة يعني. إلى أن طبعا يعني شغلتنا المدارس والجامعات والحالة الوظيفة يعني. أما عن كردفان، كردفان ده موضوع كبير. نعم. كردفان هي القارة خير من جوا وبرا. صحيح. يعني خير جوا ده فاض طلع برا. دفق برا. صحيح. إذا كان فيها الكركديه، فيها حب البطيخ، فيها الصمق، فيها السمسم، فيها السنمكة. فيها المواشي بانواعها البقر الضان الماعز فيها الابل فيها القطن حتى الان فيها القمح صحيح فيها البترول كلها خيرات وثروات يعني كلها فيها البترول يعني كردفان هذه تعتبر يعني يمكن السودان مسقر حقيقه يعني بلاد شامله انت لو مشيتي بورسودان ووقفتي في شاطئ البحر ونظرتي الى الصادر وهو خارج من السودان الى إلى خارج السودان تجدوا كل خيرات كردفان يعني سمسم وصمغ وحب الطيخ وكذا. نعم. وبالإضافة لأن هي زي ما قلت لك سهول خضراء يعني اللي بيجي كردفان إذا كان ذو الأجنبي ما يصدق يقول هذه الأرض المسطحة من الذي قام بتسطيح هذه الأرض؟ هذه يقول هذه بساط أخضر يظن هو يعني يظنها ارض طبيعيه يعني نجيله صناعيه يعني. فكردفان جميله حقيقه يعني كردفان جميله بناسها يعني. وكردفان طبعا بتسكنها قبائل كبيره وكثيره ومعروفه للسودان. من اكبر القبائل هي قبيله الجوامع. صحيح. ايوه قبيله الجوامع دي هي يعني من اكبر القبائل. كانت القبيله الثانيه بعد الدينكا. بعد انفصال الجنوب اصبحت جوامع القبيله الاولى في يعني اي ثم تانا في قبيله الحمر في قبيله البديريه في قبيله دار حامد. طيب طالما تحدثنا عن انسان كردفان بعد الجمال والصيبه خلينا نتكلم عن يعني عادات وتقاليد لهذه القبائل يعني في الافراح وفي الاتراح في شكل التواصل ما بين الناس في كردفان. ويمكن ده يكون تحت إطار إنسان كردفان لأنه هو معروف بأنه هو إنسان معطاء يعني. والله هو هناك العادات تكاد تكون متقاربة يعني يعني كردفان البرنامج بتاعه أو حياته تكاد تكون معروضة لكل الناس يعني. يعني عندنا الفرقات في كردفان دي تكاد تكون يعني اختارت كل يعني عادات كردفان وعرضتها بصوره واضحه جدا في المدينه يعني. فالجوامع عندهم الطبور وعندهم الجراري دار حمد عندهم التوية وعندهم ايه هناك الحوازم عندهم الرقيص بتاع الكمبله والحياه دي. ويعني هي متشابهه لكنها مختلفه وقنيه. انت كل ما تمشي لقبيله بتحس بمتعه بتحس في تنوع في الافراح والتنوع في الاغاني وتنوع في فكردفان يعني حقيقه زي ما قلت لك هي بحر هي يعني سودان كبير مش مصغر يعني. خلينا نتكلم عن بصمه حواء في كردفان
من خلال التربية برضو ومن خلال مشاركات المرأة في كردفان المرأة وعطائها. المرأة في كردفان هي أول حاجة هي مرأة يعني هني هم يقولوا المرأة هي مو شغالة غير الرجال يعني. صحيح. والمرأة عندنا في كردفان ملازمة للرجل في كل شيء يعني. خاصة البدوية منها يعني. يعني هي تقوم بالزراعة مثل الرجل. تقوم بنقل الحطب مثل الرجل. تقوم بصناعة الوجه مثل الرجل. أقصد صناعة الوجه للرجل. تربي أطفالها. هي قوية. هي صادقة. هي أمينة. يعني لزوجها. والآن طبعا دخل التعليم أصبحت المرأة الكردفانية أصبحت فيها الكاتبة وفيها الأديبة وفيها الشاعر وفيها تعمل المثقفة. على التوعية يعني نعم مثقفة الآن عندنا كثير من يعني كردفان وزراء في داخل الولاية وخارج الولاية في عندنا كتاب مثقفين مهندسين يعني أنت لو يعني رجعت بذاكرتك طبعا انت صغار في السن لكن لو رجعت بذاكرتك لورا لكانت جامعة خرطوم اغلبهم كردفان كلها كردفان فدين طبعا اهلنا وناسنا واحنا دائما بنسعد بالتواصل معهم لانه هم يعني كل السودان صراحه والله احنا بنقول لهم انا بحييهم عبر هذا المساء وعبر هذه الجلسه بالتاكيد متابعينا الكرام كل الزملاء وكل الأصدقاء اللي هم طلعوا من تلك المناطق الكردفانية الممتلئة بالخضرة والجمال والمحنة والتواصل. هنتواصل معكم متابعينا الكرام عبر ضيفنا لكن نتابع هذا الفيديو ونرجع لكم من جديد. Oh.
سامه الأمل. هناك الخلد ما أسكنه، تحية لكل متابعينا وكل مشاهدينا. رجعنا مرة ثانية عبر حلقة اليوم وعن جمال وأصالة إنسان كردفان. تحية مجددا للأستاذ المنى الخضر أحمد، هو رئيس هيئة شورى رابطة أبناء كردفان بالبحر الأحمر ورئيس المؤتمر الشعبي بالبحر الأحمر وكذلك نائب رئيس اتحاد وكلاء التخليص. ونحن برحب بك مرة ثانية عبر حلقة اليوم. و يعني في كل يعني مدن السودان احنا وكل مكوناته بنلقى في دائما مصالح مشتركه، سواء كان من خلال العمل العام سواء كان من خلال المؤسسات، وده في النهايه طبعا بشكل لوحه سودانيه جميله. احنا من خلالك دارين نتعرف على مجتمع بورسودان، وواحده من التجارب اللي انت بتقيف عليها، وخصوصا انه بورسودان هي بتضم كل اطياف المجتمع السوداني. بورسودان طبعا يعني هي ميناء السودان الكبير، وبالتالي يعني توافدت عليه كل قبائل السودان. صحيح. يعني انت لو جيت بورسودان، صحيح هي ارض البجا، لكن البجا صدرهم واسع ورحب. صحيح. استضافوا ابناء الشماليه بالملايين أو بالآلاف، كذلك أبناء كردفان بالآلاف، أبناء دارفور وكل قبائل السودان. يعني البحر الأحمر ما بخلوا، أو أبناء البيا أصلا ما بخلوا على أهلهم في كل أطراف السودان أنحاء السودان بخيرات البحر الأحمر. وبورسودان حقيقة هي يعني متسع لكل الناس، وبالتالي يعني الناس زي ما قلت لك توافدت عليها، لأنه فيها الميناء. صحيح. المينا دي فيها بواخر، في كلات عمال يشحنوا في البواخر، خارج البواخر وداخل البواخر. نعم. بالاضافه للسوق بتاعها، سوق واسع، سوق عالمي كبير، فبتجي كل الخيرات من كل جهه. عشان كده يعني كان في عدد كبير من الناس. الناس كلها عاشت في وئام وفي حب وكده. اللهم الا بعد الانات، بعد الخلافات اللي ظهرت اخيرا دي، يعني عكر صفو الناس يعني للاسف يعني. لكن طيله السنين اللي احنا عشناها، يعني نحن في رابطه ابناء كردفان يمكن هذه الرابطه عمرها اكثر من 40 سنه. يعني اصلا لن ما حصل خلاف ما بين ابناء كردفان والبيجه اصلا بشكل جماعي. يعني في خلافات بتحصل ما بين الافراد، وشي طبيعي، وده شيء طبيعي، والناس بتتدخلوا كروابط، روابط ابناء كردفان وروابط ابناء البيجا، وبتحل يعني بتحل. وهم ناس يعني زي ما قلت يعني خاصه الاشياء اللي بتحصل بدون قصد، يعني قتل الخطا، الصراع، الموت والكذا اللي بيحصل ما بين الناس، فدي كلها بتحل يعني. لكن غير كده ما في خلاف اصلا، كل القبائل وكل الناس عايشين في وئام. يعني ان شاء الله من الوئام ده يستمر، وحتى الخلافات اللي حصلت دي يعني الناس تستفيد من الخسائر اللي حصلت في هذه الخلافات. هنا حنستمر معاك بالتاكيد، خليك متواصل معنا وكل متابعينا عبر هذا المسار. الله يسلمك.
اهلا بكم متابعينا من جديد، بنتواصل عبر هذا المساء وعبر هذه الاطلاله بالتاكيد في المواعيد حضور وعبر انسان كردفان. تحيه خاصه لكل الكردفانيين في كل مكان. بنرحب مره ثانيه بالاستاذ المنى الخضر. احمد اهلا ومرحبا بك. الله يبارك فيك، ربنا يجزي خير. هنرجع ثاني اليوم لبورسودان، لانه انا قبل قلت لك بورسودان هي يعني بتضم كل اطياف المجتمع السوداني، وحياه يعني ما شاء الله تبارك الله، ربنا يديك العافيه وطولة العمر، حياه طويله في بورسودان. نعم. نتكلم عن الأربعين عام اللي انت قضيتهم ما شاء الله تبارك الله في بورسودان، وشكلوا لك شنو، اضافوا لك شنو في حياتك؟ والله الأربعين عام في الحياه الاجتماعيه طبعا. نعم، يعني انا وصلت بورسودان وانا شاب، يعني بالعشرينات كضابط جمارك يعني، وكل العمل كان مصب في وظيفه الجمارك، واختلاطي باهلي في كردفان في كل المنطقه، بالاضافه الى اهل البيجه، هي يعني شكل حياه يعني الانسان فيها نوع من الترابط ونوع من الالفه والتوافق ما بين الناس يعني. وكنا لا نعرف عن البيجه الا اسمها، ولا نعرف عن البرسوان الا اسمها ايضا، لكن عندما ذهبنا الى هناك عرفنا الأمرأر وعرفنا الاتمن وعرفنا هدندا وعرفنا البني عامر وعرفنا الحباب وعرفنا قبائل كثيره للبني عامر لقبائل الشرق، وهي قبائل يعني متدينه ما شاء الله، وقبائل اصيله وعندها يعني موروثات جميله، و قد لا تصدقي اذا قلت لك انه يعني العمال الكلات في الميناء لما يجي وقت الصلاه وقفوا الشغل. دي كان اول شيء كان لفت نظري، وانا يعني وقتها يعني ضابط جمارك يعني، والجمارك كان بيشرف على الحياه دي، البواخر داخل البواخر وخارج البواخر، فكانت الكلات وقفوا الشغل، يمشوا يتوضوا ويصلوا بعدك يعني يطلع فاصل زي ما يقولوا انت يعني. نعم. كلمت عن انك كنت ضابط جمارك، شنو اللي دعاك للالتحاق بهذه الوظيفه؟ هل دي كان عندها علاقه بالفتره الجامعيه والمستقبل والرؤى يعني المبشره، ولا ما عندها علاقه؟ لا، الجمارك هي كانت يمكن تكاد تكون صدفه يعني. صدفه. نعم، يعني ما كنت انا اتوقع انه اكون ضابط جمارك. نحن كنا في وظائف عاديه. لما جاءت ثورة مايو حسب شهاداتنا وإمكاناتنا يعني العلمية قاموا وزعونا إلى الجمارك، في نص مصر، في ناس مشوا مخازن المهمات، في ناس مشوا وظائف كبيرة يعني، وأذيعت الإذاعة إنه فلان الفلان يذهب إلى كذا، المنى الخضر إلى جمارك بورسودان. توزيعات. نعم التوزيعات. فجينا خرطوم وتوجهنا الى بورسودان يعني. وانا ما كنت اعرف اين ماذا اعمل في بورسودان يعني، فاتصلت بالجمارك وعملت في وظيفه ضابط جمارك قسم التتميم، قسم خاص بالتقييم والتصنيف. فدي الفتره قضيتها انا في الجمارك لاكثر من 20 عام يعني، ما شاء الله تبارك، وكلها كانت يعني ازداد الانسان فيها خبره، ازداد فيها معرفه، ازداد فيها يعني اكثر ثقه بنفسه، لانك انت بتكشف البضاعه، بتصنف صحيح. البضاعه، بتقيم البضاعه فعلا. نعم، بتدفع الراي ملايين الجنيهات وهو صحيح. راضي صحيح، لا تظلم المورد ولا تظلم ولا تظلم جمارك طبعا دائما يعني في منها رهبه وخوف كده من المواطن السوداني، يقول لك انا والله جاي الجمارك وناس الجمارك يعني، في كلام كثير عن الجمارك. نعم الجمارك والله، فبالتالي هي وظيفه فعلا مهمه ومحتاجه لانه انسان يعني الانسان اللي بيجي في الوظيفه دي يكون مسؤول جدا، يكون يعني برضه عنده وفاء لهذه الوظيفه. نعم. الجمارك ما هي تكاد تكون يعني يمكن معلش يعني يمكن بقره السودان الحلوب يعني. صحيح. وهي المورد المالي الاول لخزينه السودان يعني. يعني وزارة المالية بدون جمارك لا تسوى شيء يعني. صحيح. عشان كده ضباط الجمارك يكونوا بيختاروا ناس أكفاء. نعم. بيتدربوا.
يعني ليله ضبط الجمارك مولين بكل قوانين الجمارك ولوائح الجمارك ولوائح المينا، وفي تعامل الخاص مع الناس تعامل بادب يدرسونا لها، يعني لما يجي الراكب فن، يعني فن التعامل مع فن التعامل المسافرين نعم. والحاضرين وانت جاي من خارج السودان اول زول بيستقبلك وضبط الجمارك موظف الجمارك، وبقول لك يا اخي ما تكشر في وشي يا اخي، صحيح خليك يا مبتسم يا زي شغل العلاقات العامه، فتح عين وغمض عين يعني عشان ما يفوت عليك حاجه يعني في ذات الوقت برضه تكون مفتح عينك فعلا في مصاعب، وفي نفس الوقت يعني بيتفتش عقائبه وهو هو راضي لانك انت مبتسم في وشه يعني نعم. فاحيانا تلقى المخالفات واحيانا تلقى ما تلقى لا شيء يعني نعم. اما الجانب الثاني هو جانب التخليص اللي هو يعني التوريد، انت كضابط الجمارك بيجيك الفواتير و تقدم شكل شهادات جمركيه و في ضباط جمارك كشافين اسمهم بيكشفوا البضاعه كشف دقيق وتفصيلي بجهاز معين، ها بجهاز معين بيتم الكشف، بيكشف كشف يدوي يدوي بجهاز فيه اسمي استعملوا اجهزه الجمارك تطورت زمان كانت يدويه يدويه كانت بحته عنها، الان فيها قسم يدوي وقسم يعني الي وكذا نعم. فعشان تقدم انت معلومه صحيحه وتاخذ تقييم صحيح وتاخذ ريت اوف ديوتي اللي هو الرتب الجمركي صحيح عشان تاخذ رسوم صحيحه، و فدي ده جانب يعني يعني انت عشان تكون زول مؤهل الجمارك بتدخل الكورسات يعني هسه الان دخلت علوم نظام خارج السودان وداخل السودان كورسات داخل السودان وخارج السودان يعني مشينا مصر وهسه الان بيجوا يمشوا تمشي بروكسيل ناس مشي الان يعني بيجوا يمشوا دول شرق اسيا ياخذوا كورسات تعلموا فن الجمارك كيف يتعاملوا مع المورد كيف يحاولوا ينجزوا جرات الجمارك في اقصر وقت ممكن عشان ما تطيل على صاحب الشان كده. فالجمارك حقيقه هي متطوره وحديثه يعني الناس اللي فيها الان ناس اكفاء صحيح وناس يعني متدربوا يعني حاجه اسمها سكودا ويلد سكودا بلس 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 سكودا ويلد يعني كل مسائل جمركيه بحته و تعلموا وتدرسوها وبالتالي اصبحت يعني هي سهله بالنسبه لهم، هي منظومه طبعا كبيره نعم ومتسلسله، هي كل كلها انتم شنو عندها تاريخ قديم، لكن انت كمل دراسه يعني الجمارك. في سؤال كده الان بيفرض نفسه يعني هي. واحنا بنستبشر في عهد جديد نعم، مدى تصالحكم من تحويله الى مدني من من عسكريه الى مدنيه؟ والله نحن الجمارك اصلا هي كانت مدنيه اصلا كانت مدنيه نعم، و في مدنيه الناس تضررت كثير لانه انت لما تكون مدني يعني الراكب العادي والمواطن العادي والرجل الرسمي ضابط شرطه ضابط قوات المسلحه يعني قد لا يديك احترامك المفروض يعني وانت زول ملكي صحيح حسب بندوق حسب كلام القوات النظاميه تقلب الحقائب بتاعته وتفتش حقائبه وتشوف خصوصياته نعم. ودفع رسوم يعني دي كبيره على كثير من الناس يعني عشان كده بيخفوا عنك المعلومه يعني كثير من الناس مش القوات النظاميه لكن المواطن بالذات يعني بيسخف احيانا بيسخف ضابط الجمارك بيخفى عنه المعلومه بيخفى عنه الشيء المهرب صحيح فضابط الجمارك بيبذل جهد كبير بيعمل تفتيش البودي سيرش تفتيش شخصي بيعمل يعني مراجعة لكل مستنداته وأوراقه وبيعمل ويمر عليك أحيانا يمر عليك دبلوماسي يعني التحويل من المدنية للعسكرية دي كان في مصلحة الطرفين يعني المواطن وضابط الجمارك وضابط ليه؟ في أشياء ثانية برضه يعني ضابط الجمارك بيتعرض لمساءلة من قبل الشرطة يعني يعني نحن مثلا في البحر الأحمر أصلا مواطن البحر الأحمر هناك يا تاجر يا مورد يا مرحل يا كذا يا كذا كثير من الجرائم اللي بتحصل بكون فيها مستندات موقع على ضابط الجمارك صحيح فاخواننا في الشرطه نحن كنا في النقابه برضه يعني نقابه الجمارك يعني فبقول شفت ضابط الجمارك الموقع على الورق ده هو راس الحيه فكثيرا ما يعني كثيرا ما يعني تعرض ضابط الجمارك للمساءله ويدخلوا حراسات ويعانوا معاناه شديده نحن كنقابه فكنا بنمشي
نقنع اخواننا في الشرطه انه الاجراء ده ما صحيح، رايد قدم 53 اوفر تايم، قدم 54 الكشف، قدم كذا وكذا وكذا، وكنا بنفهمه عملنا كجمركيين يعني، وبالتالي نطلق صراحه ناسهم كده. كذلك في البوابات يعني، وهم مارقين الناس مارقه في البوابه، ناس الجمارك بحاولوا يفتشوهم يعني. صح. فدي برضه تحصل فيها خلافات وصراعات وكذا. الان اتحسمت الخلافات يعني، حصلت معاناه شديده، بالتالي نحن طالبنا بشنو؟ بالنظاميه، قلنا لازم الناس يكونوا قوه نظاميه، حتى انه يكونوا يعني ندلي اخوانهم في النظاميين يعني. صحيح. نعم. لكن ما كنا دارينها بالكيفيه دي صراحه. ما كنا دارينها شرطه. كنا دارينها قوات نظاميه يعني جمركيه. يعني لها شخصيتها الاعتباريه. نعم. خاصه بعملها يعني. لكن الان اضيفت الشرطه يعني للاسف يعني. نعم. يعني انا شايفه السيره الذاتيه بتاعتك ما شاء الله، والعمل العام دائما هو كسب يعني للوطن، وحتى للي بيعمل في هذا المجال. ربنا يوفقك اكثر واكثر، وحنمشي لمحطه مهمه جدا في حياتك. هي واحده من المحطات اللي يمكن هي دعتك او دفعتك لترك الاسره والحياه، وكذلك اللحق بركب المجاهدين. جنوب السودان، حدثنا عن هذه المرحله وهذه المحطه. والله شوفي، جنوب السودان ده هو جهاد. جهاد يعني، لما نقول جنوب السودان معنى الجهاد. ونحن في الانقاذ 91 يعني اعلنت الشريعه الاسلاميه، وبالتالي يعني كان قرن يعني يمكن زاحف على الخرطوم. صحيح. نعم. وكانت حتى القوات، حتى الناس في كوسي كانوا يقولوا متوردين على وشك ان يدخلوا كوسي يعني. وكانت المدن يعني للاسف تتساقط كاوراق الشجر. صحيح. وكان العدو يعني همه كان يستلم السودان كله، اس بي ال اي كان همه انه يستلم كل السودان يعني. لكن جاءت الانقاذ والتمرد ما قدر يتحرك من موقعه، لانه كان بيستخب بالحكومات المدنيه وكده. فجيشوا الجيوش وضافوا لها المجاهدين اللي هم مشوا للجنوب. فالناس اللي مشوا للجنوب طبعا زي ما قلت لكم هو جهاد، والجهاد ده هو يعني اختبار من ربنا سبحانه وتعالى. صح. يعني هو ربنا اصطفى من بين الناس المجاهدين، واصطفى من بين المجاهدين الشهداء. وربنا قال يعني من جاهد فانما يجاهد نفسه، وان الله لغني عن العالمين. يعني ربنا محتاج لك. عشان كده يعني لما اعلن الجهاد 91 اخواننا بالحركه الاسلاميه كانوا بيقولوا للناس انفروا، ذكروا من القران، انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا في سبيل الله واموالكم وانفسكم. وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله المستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا اخرجنا من هذه القريه الظالمه اهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا. الذين امنوا يقاتلون في سبيل الله، والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت فقاتلوا اولئك الشيطان انك اذا الشيطان كان ضعيفا. ف وانت حتى لما تسحب للجنوب يعني وتقاتل يقول لك يا اهل الذين امنوا اذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الادبار. ومن يوله من يومئذ دبره الا متحرفا الى القتال او متحيز الى فئه فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير. يعني انت تمشي ربنا ما يحتاج لك، لكن بيختبرك. يعني ربنا كان قادر بجناح جبريل يمسح امريكا واوروبا ودول اسكندنافيا وافريقيا كلها بجناح جبريل، لكن ده يختبر الانسان. حتى لما تضربه برجلك ربنا يقول لك وما رميت ولكن الله رمى. صح. فكان ده ايمان الناس بالجهاد، والناس جاهدت. صحيح. وقاتلت، والعدو كان على بعد يمكن كيلومترات في الاستوائيه الكلام ده. يعني كان في حته اسمها سمعت بها اسمها جبل لادو، جبل كجور، جبل رجاف، على بعد كيلومترات. لكن لما جاءت الانقاذ وجاءوا المجاهدين ومع اخوانه في القوات المسلحه، طبعا قدح المعلى هو القوات المسلحه تقاتل اكثر من 60 عام يعني او 70 عام وحتى اليوم يعني. فأصبح العدو يعني خارج. نعم.
هي كانت يعني فترة ممكن تكون فيها يعني اكتشاف برضه لقدرات الإنسان لشخصيته، احتكاكه بمجتمع آخر، إنشاء علاقات صداقات. نعم. ويعني احنا علمنا إنه واحد من الأصدقاء اللي كانوا مقربين لك جدا الشهيد علي القاسم وأبو القاسم عفوا، وكان يعني عندك معه علاقة قوية جدا وحديث. نعم. كبير جدا. ممكن نرجع بالذكريات حتى لو كانت حزينة، لكن هي يعني هي ذكريات حقيقية وحاصلة يعني في الوقت ذاك. هو طبعا يعني انا يمكن اعرف كثير من الاخوان الشهداء يعني والاحياء منهم، اعرف منهم الكثير يعني، كانوا صالحين يعني يعني نعم الزمالة ونعم الاخاء ونعم الصداقة. ابو القاسم عباس محي الدين، ابو القاسم ده هو صديقي حقيقة، كلنا نفترق يعني. وأنا حقيقة لا أريد أن أتحدث عن نفسي يعني، فالعمليات كانت مع بعض يعني. وهو كان في السعودية، أذكر هو كان إمام مسجد في السعودية، وكان مستاذ وإمام مسجد في السعودية. فأول ما جاءت ثورة الإنقاذ وأعلنت الشريعة، هو فكر يجي السودان، فجاء السودان، واذكر ذهب للمرخيات، وكان يعني منعم، وكان جسمه يعني ما شاء الله يعني، فكان يعني في الجلالات وفي الحركه بتاعت كان يقرا، كان يكون رطيش لانه كان جسمه يعني ثقيل شويه، لكنه كان يسبح اياك نعبد واياك نستعين، فكان يقول اياك نعبد واياك نستعين، فيجد يلقى نفسه الاول. فكان قوي، وابو القاسم حقيقه يعني كان رجل بتاع، كان يعلم المجاهدين القران، كان يدرسهم التوحيد، وكان يدرسهم التجويد برق التجويد ايضا، وكان يعني انا كنت اتعامل معه في حياة كثيره، وكان هو كل ما كانت مشكله كبيره ما بين الناس في أشوا، في لوكا، في لبنوت، في كذا وكذا وكذا، كان بيذهب هو يعني عشان ما يحل مشاكل المجاهدين فيما بينهم يعني. أراد الله انه نفترق يعني، نحن بعد 95 الناس جات اتجاهت في جنوب طوكر، لانه العدو دخل قرور وعقيتاي وعيتربا وكذا وعندل، واخواننا في الدفاع الشعبي قالوا بعدنا سباح احمر رجعوا في جنوب طوكر يعني. فهو في ذاك اليوم اذكر استدعانا اخونا عادل السماني واخونا ياسين محمد نور، استدعونا الساعه 1 صباحا، وكان وقتها اتذكر يعني الوالي بدوي الخير مجاهد الكبير اخونا بدوي، فاستدعوا الناس الساعه 1 صباحا. نعم. حتى انه يعني يذهبوا الى جنوب طوكر للتصدي للقزو الخارجي. صح. وفعلا في ذاك اليوم انا ذهبت، ابو القاسم لم يصر، كان مريض وانا ما كنت اعرف يعني. ذهبني الى ذلك المكان واحتكينا بالعدو لفتره ورجعنا يعني وثبتناه في موقعه. ابو القاسم في اليوم الثاني يعني جاي من ورانا، وكونوا له فصيله بعد ما عرف انه في ناس مشت قدامه، كونوا له فصيله ومشى هو حته اسمها مرافيد، ونحن كان انسحبنا جينا راجعين، وهو تقدم مع فصيلته واشتبك مع العدو فصيله واحده. فعشان كده استشهد يعني، ربنا يتقبله من شهداء هذا الوطن. ابو القاسم عباس محي الدين كان من اميز الناس يعني، قاتل في جنوب السودان، قاتل في قروره وعقيتاي وعتربه، قاتل فيها مشكورين، وهو رجل قرآني. ربنا ان شاء الله يتقبله مع الشهداء، ربنا يتقبله، ربنا يتقبله ان شاء الله، نسأل الله ربنا يحفظه، يحفظ ابنائه ويخلوهم يسيروا على دربه يعني. ان شاء الله، ان شاء الله ربنا يتقبله مع الشهداء والصديقين. ممكن يعني العمل العام زي ما انا تحدثت واحنا في ختام هذه الحلقه هو كسب للوطن وكسب لكل شخص يعمل في العمل العام،
وثيرة يعني ذاتية ما شاء الله مليانة بالعمل العام، ويعني كلام مفروض يكون استباقي عن مشاركاتك في الأحزاب الاجتماعية والأحزاب حتى السياسية، يعني يمكن هي كانت ابتدار لك في مشوار حياتك. احنا بنحيي حضورك معنا وبنحيي مشاركتك معنا من خلال هذه الحلقة، احنا بالتأكيد سعدنا بوجودك فيها، الحديث عن الجمارك، الحديث عن كردفان، والحديث كذلك عن برشلونة. شكرا لك الأستاذ المن الخضر أحمد، رئيس هيئة شورى رابطة أبناء كردفان بالبحر الأحمر، ورئيس المؤتمر الشعبي بالبحر الأحمر، ونائب رئيس اتحاد وكلاء التخليص. احنا سعدنا بك وشكرا لك. بارك الله في قلبك، جزاك خير، وانا سعيد جدا والله. يعني لو تعطوني فرصه وسمحت لي يعني تفضل طوالي، يعني حي بعض اخواني يعني ايوه، انا حي في هذه المناسبه يعني، وحي اخواني اللي قاعدين في كل مكان، وحي ارواح الشهداء وابناء الشهداء، وحي اخواننا الذين قاتلوا في لوكا وفي لبنك وفي ادر وفي لبجو. نعم. وفي كابوريا. تحيه لك، التحيه لك. احنا كمان يعني بنتمنى ان كل الناس تتابعنا تسمع تحياك. الله يبارك. واحنا سعيدين حقيقه بوجودك وكل متابعينا وكل مشاهدينا عبر هذه الحلقه. انتهت هذه المساحه الزمنيه المخصصه لبرنامج في الموعد، احنا متواصلين من بقيه اليوم عبر هذا المساء، ابقوا معنا. شكرا للتيم العامل وفي امان الله.